مساكم الله بالخير. قبل كل شيء هارد لك للنصر، هارد لك للجميع، شكرا لإدارة النصر ولنجومه ومحبيه. استعداد كان في وقت قصير بس له أثر مميز، وصل من خلاله النصر لنصف النهائي وخرج بركلات الحظ. تحقيق البطولة بلا شك كان أمر مهم وما زال، والأهم من ذلك كله المحافظة على النجوم الشباب والاستمرارية بروح النصر الجديد. الله ما كتب، العوض في الجايات لممثلنا وباقي فرقنا اللي تمثلنا إن شاء الله في أي محفل خارجي. 11:30 بتوقيت السعودية كرة ينطلق. السلام عليكم. بركلات الترجيح، النصر يفقد التأهل لنهائي القارة ويتمسك بفرصة خوض المونديال. فيتوريا، نمتلك مقومات عالية ونحتاج للوقت من أجل الوصول إلى القمة. الفيصلي، موسم لافت واستقرار فني بقيادة البرازيلي شاموسكا. المنتخبات الوطنية، استحقاقات قادمة وطموحات مستقبلية. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيف كرة لهالمساء، أبدأ بالعزيز أبو فيصل. هلا وسهلا. عيد الثقيل. يا هلا وغلا. العزيز أبو نايف بن سويد، هلا وسهلا. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين. ومعنا من جدة العزيز أبو أمير ومحمد حاتم خيامي، هلا وسهلا. يا هلا حبيب قلبي، تحياتي لك بالتأكيد وللغاليين أبو فيصل وأبو نايف وكل من يتابعنا. نرحب أكيد بكل من انضم لمتابعتنا في هالحلقة. النصر اليوم يغادر دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بعد خسارة بركلات الحظ من أمام بيرسبولس الإيراني. نقرأ المباراة. حسم أمر الطرف الأول في نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن تغلب بيرسبولس الإيراني على النصر بضربات الترجيح 5-3 في مباراة ماراثونية انتهت أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. اللقاء الذي شهده استاد جاسم بن حمد بنادي السد كان الأداء في شوطه الأول متكافئا بين الطرفين، ولم تتضح الأفضلية لأي منهما. وحاول النصر الغزو عن طريق الأطراف معتمدا على مهارة عبد الفتاح عسيري في الجهة اليمنى وخالد الغنام عبر الطرف الأيسر، وهذا الأخير استطاع أن يكسب ضربة جزاء بعد أن تعرض لإعاقة داخل منطقة 18. يتقدم عبد الرزاق حمد الله ويضع الكرة بطريقة فنية رائعة في شباك الحارس الإيراني حامد لاك. الرد الإيراني حضر بعد 7 دقائق بعد عرضية من بشار رسن ورأسية من مهدي عبدي على يمين براد جونز هدف التعادل لبيرسبولس. في الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة في أغلب الفترات مع وجود أكثر من فرصة نصروية لم يكتب لها النجاح، واضطر فيتوريا لإخراج خالد الغنام ثم سلطان الغنام بسبب الإصابة مستعينا بخدمات أيمن يحيى وأسامة الخلف. في الأشواط الإضافية كان النصر الأفضل وتهيأت له أكثر من فرصة، لكن لم تثمر عن اهتزاز الشباك الإيرانية. ورغم الطرد الذي تعرض له إحسان بهلفان إلا أن النصر لم يستفد من النقص، وانتقلت المباراة بعد ذلك لضربات الترجيح التي ابتسمت في نهاية الأمر لمصلحة بيرسبولس 5-3. أبدأ معك أبو فيصل. النصر يغادر من نصف نهائي دوري الأبطال، وصل لركلات الحظ لم يوفق فيها وغادر البطولة. كانت هذه المواجهة الأصعب حقيقة في مشوار النصر. كنا نتمنى أنه أحد الفرق السعودية يصل للنهائي في هالنسخة. النصر قدم نفسه بشكل كبير في هالبطولة حتى مع الخروج حقيقة اليوم، إلا أن النصر يعني أصبح أحد يعني المرشحين دائما بقوة عناصره الكبيرة. على النصراوي أنهم ما ييأسون أبدا، ولا الخروج هذا يؤثر على مشروعهم الكبير حقيقة، مشروع نصراوي عظيم. أنا شفت يمكن لقطة حزينة لعبد الرحمن الحلافي، وما كنت فعلا أتمنى أشوفه بهذا الحال، لأنه حقيقة يعني يفترض أنه يفرح بهذا النصر، يفرح بهذا الفريق البطل، فريق يعني يملك الأدوات مختلفة
مختلف عن النصر في السابق. هذا الفريق مرشح أنه ينافس على آسيا في كل سنة إذا حافظوا على هالمجموعة وحافظوا على هالمكتسبات. الخروج لا يعني شيء. الهلال شفنا قبل، الهلال حاول مرة ومرتين وثالثة، الثالثة كانت يمكن هي الثابتة. شفناها الهلال وهو يحاول كثيرا يصل، بعض المرات يخرج في نصف النهائي، لكن في الأخير لابد يكون عندك هدف، ولابد أنه كل عام تدخل بكل قواك وتدخل لهالمعترك الآسيوي وأنت مرشح. الكرة هي فوز وخسارة، ممكن تخسر وأنت الأقوى، ممكن تخسر وأنت الأفضل، ممكن تخسر عرفت يعني لظروف أخرى غير أنك سيء. النصر ما كان سيء أبدا اليوم حقيقة، كان عنده صحيح أنه الأفضل مما قدم، لكن ما نقول له هارد لك للنصر حقيقة وهارد لك لنا كسعوديين. أبو نايف، طبعا شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ممكن أقول هارد لك للخسارة في هذه المباراة كمباراة وكنصف نهائي، ولكن مبروك لعشاق النصر بهذا الفريق البطل اللي تم صناعته زي ما قال في مقدمتك وبرضه نوه عليها أبو فيصل في فترة وجيزة. يعني أنك تصنع فريق بطل في فترة وجيزة وتحقق الأشياء هذه جدا جميل. خلنا نتكلم أول شيء عن المباراة اللي حصل في وسط المباراة تقريبا من الناحية الفنية ولو بشكل عناوين. بالتأكيد المباراة هذه كانت مباراة ضغط نفسي رهيب جدا، كل الفريقين، كل فريق عارف نفسه، كل فريق له عنده قوة. الفريق الإيراني هي قوة الفريق السعودي لما نتكلم عن قوة التكتيكات الهجومية اللي عند نادي النصر وقوة التنظيم الدفاعي اللي عند نادي بيروزي، فلذلك كانت المباراة سجال. النصر بصراحة في هذه المباراة خصوصا في الشوط الأول اللي افتقدها النصر كان في دقة التمريرات، هي اللي كانت تخسر كثير، لأن فريق بيروزي في التحولات كان صعب جدا، لذلك مجرد أنت ما تفقد الكرة تأكد أنه راح يعاقبك. حاول فريق النصر أنه يعني خصوصا المدافعين عمل كبير، جهة عوض خميس واضح أن التركيز عليها يعني عالي جدا، لذلك كان خالد الغنام يرجع كثير ويتقدم كثير لدرجة أن خالد ما قدر يواصل حتى في الشوط الثاني. برضو الشوط الثاني النصر تعامل معها، أنا بالنسبة لي بوجهة نظر خاصة أن تعامل معها بذكاء نتيجة الجد الذهني، أن لما تتكلم على بطولة 7 مباريات في خلال أسبوعين، ضغط نفسي، ضغط عقلي، ضغط بدني، حتى ما تجد مراحل الاستشفاء. لذلك الأجمل برضو في هذه المباراة أن النصر الآن من فترة طويلة حتى في الدوري هذا اللي حصل أنه يطيح من مفاتيح لعب في وسط المباراة، الغنام 2 طاح تلقى ينزل السلطان الغنام راح، جاء أسامة الخلف ما تحس أنه تغيرت المنظومة، خالد الغنام يروح ينزل أيمن يحيى برضو يقدم نفس المستوى، عبد الفتاح عسيري يخرج ينزل بديل له اللي هو بديل دائم جاهز. فلذلك النصر الآن في هذه البطولة، وأنا حقيقة شفت حد ردود أفعال في وسائل التواصل، اللي في الدكة مو في الدكة لأنه سيء، لا، لأن اللي جوا أفضل منه، وتأكد أنت اللي جوا إذا نزل بدالك اللي في الدكة ومسك المركز صعب أنك ترجع لها. الشيء الآخر اللي أعجبني برضه في وسط المباراة عوض خميس، أنت تلاحظ أنه بعد الهدف وضح أن اللاعب طلع من المباراة، تشتت خرج صار ما يتقدم. احنا نعرف عوض في توغلاته في دخول العمق، واضح ان عوض الهدف هذا والغلطه اللي سواها هذه اثرت عليه. نزل ايمن يحيى في بدايه المباراه كان يغطي معه، اعجبني تصرف المدرب انه ما باع اللاعب، ترى اي مدرب في هذه اللحظه ممكن يطلع عوض يخليه كبش فداء للجماهير في اي لحظه، ولكن هذا المدرب الكبير اللي ما يبغى يخسر لاعبه، واخر مباراه مع العلم ان اخر مباراه العوض مع النصر وما باع، والمدرب يفهم ان الاخطاء هذه الصغيره دي تصير في وسط المباراه من اي لاعب، من اي لاعب ممكن تصير في وسط المباراه. برضو كانت ادارتها اكثر من رائعه عندما بدل، حط عبد الفتاح عسيري خلف المهاجم، حط مارتينيز الجهه اليسار، حط ايمن يحيى في الجهه اليمين للاغلاق على رسن. المباراه كلها بصراحه كان الوصول للمرمى الإيراني في أي لحظة ممكن يجي هدف. الشيء الآخر المميز برضو أن الأوفرات التي الفاولات اللي تجي للنصر اللي من مارتينيز، مع أن الأطوال أعلى للفريق الإيراني، ولكن تتوقع في أي لحظة يجي هدف، وأكثر من كورة كان تدخل هدف، برضو هذه ميزة صحيح في المباراة هذه. بصراحة
يعني أنا أسمع وتنويهة الفيصل برضو جميلة جدا لما يقول لك النسخة هذه سهلة. أنا أقول ممكن نأخذها بجانب آخر أن النصر خلاها في نظر الآخرين سهلة لأنه كان قوي جدا. النصر سمع في آسيا كثير وزي ما قال فيصل في فرق كثيرة حاولت حتى تصل. النصر قبل كسبوعين وهو قاعد باللغة العامية يتقضى للبطولة هذه، يعني كان العيد بكرة ولا جرب لاعبين اللي فصل البطولة هذه. أغلب اللي في اللي يعرف الكورة يفهم أن البطولة هذه كانت زي معسكر نادي النصر، تجانس تعرف لاعبين. يا رجل ما كان فيه أصلا فرصة للاستشفاء. تخيل أنت الضغط النفسي والذهني أنك تلعب في بطولة موبوءة بجانح كورونا، لذلك البطولة هذه حتى تحتاج إلى غير الانضباط الفني تحتاج إلى انضباط إداري. ما تحتاج أي غلطة أي إهمال إداري فيها، لأنك كنت جالس في كل يومين بعد مسحة تتوقع أنت بيجيك الكورونا ولا جيك الكورونا، إضافة إلى الجو العام كيف أنت تعيش كأنك في سجن، كأنك فعلا حجر صحي طول البطولة. بالتأكيد أقدر أكمل زيادة ولا في 30 ثانية علشان بس ما نقطع. عرفت أنا ما. الشيء الآخر ردة الفعل الجماهيرية دي بصراحة تدرس، اللي شفته في وسائل التواصل فعلا جرعة من الوعي. فعلا أنت يعني ما يحتاج الواحد يقعد يهدي العالم هذه كلها. الالتفافة الجماهيرية جميلة، الجمهور كيف وقف مع إدارته، فعلا الجمهور ذكي ويعرف واللي قاعد يصير داخل الملعب والاستقطابات اللي داخل الملعب. فعلا ما تحتاج إلى أنك تقنع الآخر بالعمل اللي قاعد يصير، لأنك كنت قاعد تشوف الفتاح، تشوف الصليهم، تشوف مارتينيز، تشوف سامر خلاص، صوت عليها الإدارة، تشوف يعني أنت ما تحتاج أصلا تقنع. لذلك الجمهور يعرف شو اللي قاعد يصير، يعني واللي قاعد يصير بعد المباراة هذه تتوقع أنت بعد البطولات هذه طبيعي جدا أي جمهور زعلان غيره مدرب، شيل الإدارة، شيل الرئيس. أنا شفت يا رجل دفاع شرس والتفافة وبالأسلوب هذا وبدرجة الوعي هذه ترى الفرق هي اللي تقدم. ممكن أنك خسرت خلينا نقول جولة ولكن الأهداف أمامك كثيرة. أذكر بكلمة فيتوري لما قال أتمنى أن ما تجي أشياء خارج المألوف داخل هذه المباراة اللي بتغير كل شيء. أنا أقول ممكن الإصابات كانت خارج المألوف، ممكن إضاعة ضربة الجزاء أو ركلة الترجيح من مايكل اللي هو رجل المباراة، يعني شوف رجل المباراة ضيعها ومع ذلك ما وجد أي هجوم عليه. في النهاية خلنا نقول أنا بالنسبة لي يعني خروج بالسرعة هذه أو خلنا نقول في المباراة هذه ألف مبروك للفريق اللي تم تقديمه للكرة الآسيوية. أبو أميرة، صحيح النصر غادر البطولة ولكن هناك مكاسب كبيرة، أهمها المواهب الشابة اللي قدمت نفسها على سبيل المثال خالد الغنام، سلطان الغنام، أيمن يحيى، مختار علي، حتى لو أنه كان لعب في كثير من المباريات بشكل ممتاز في الدوري، زائد أنه الفترة كانت قصيرة في عملية لملمت كلها النجوم لتقديم بطولة أخذها النصر حتى وصل لنصف النهائي وبالتالي غادر بركلات الحظ. نعم أتفق معك تماما. أول شيء دعني يعني أشيد بالزميلين بكلامهم الجميل صراحة، وهذا ليس غريب عليهم ما شاء الله. أول شيء يمكن في الحلقة الماضية ذكرت بعد الفوز على الأهلي بالنسبة للنصر والأداء الكبير اللي قدمه الفريق النصراوي أنه آسيا يبدو أن آسيا اشتاقت لعرابها، فهل يلبي النصر ذلك؟ اليوم النصر ما لبى ذلك. بقول ليش ما لبى ذلك؟ ما لبى ذلك لأن النصر هو الأفضل بكل أمانة، النصر هو الأفضل في البطولة وحتى فرق الشرق. طبعا الآن ما شفناه هذا الموسم لكن شفناهم في السنوات الماضية لما يقابلوا الهلال وان سايد جيم وكانوا يفوز يا بتحكيم على الهلال يا بضربة حظ تذكروا. والعام الماضي الموسم الماضي الحمد لله الهلال انتصر وشفنا المباراتين كيف ماشي، تفوق كبير جدا للفريق الهلالي. وبالتالي وجهة نظري انه النصر يعني بصراحة يعني الافضل في اسيا هذا الموسم ولكن خسر كما خسر الهلال قبل كذا كما ذكرت بالظروف اللي ذكرتها. قد يخسر الافضل لاسباب مختلفة، ضربة حظ ما الى ذلك، يعني ظروف في المباراة. لهذا قلت لم يلبي النصر النداء العالمية، ولكن إن شاء الله بالشكل اللي شايفينه قريبا سيلبي ذلك، يعني ممكن ما كان الموسم القادم أو اللي قبله هو وكل فرق السعودية إن شاء الله تعالى. وبكل أمانة يعني الفرق السعودية دائما إن كان نصر هلال في السنوات الماضية فرق شاسع بينه وبين الفرق الأخرى، النصر الآن فرق شاسع ولكن قد تخرج، هي كرة قدم في النهاية. البطولة صعبة
بطولة صعبة. لا أتفق مع من يذهب إلى أنها سهلة، وتعرف الناس نقلل لأنه تعرف كل جمهور حسب ميوله. يعني لما الهلال يأخذ بطولة والله بطولة سهلة أخذ الهلال، لما النصر لا بطولة صعبة بكل الظروف صعبة، والأكبر دليل على أنها صعبة الظروف اللي مرت بالفريق الهلالي كيف كانت وكيف خرج وكيف، وكل شوف كل البطولات اللي بعد كورونا بعد الحظر والعودة كلها صعبة. العظيم برشلونة يهزم بثمانية من فريق عظيم أيضا بايرن ميونخ، وقيس على ذلك البطولات. الصعوبة تكمن في البطولة، أول شيء تلعب كل ثلاثة أيام، فرصة الذهاب والإياب غير موجودة، ترى تلعب واحدة مباراة ترى أسهل للأضعف، أخطف وجري زي ما يقولوا دائما، لكن الذهاب والإياب فرصة للأقوى دائما، لأنك تلعب مباريتين عندك فرصة مساحة لعب أكبر، وبالتالي الأقوى يكون فرصته أفضل. لهذا البطولة صعبة جدا كانت، ممكن شفنا اليوم يعني في لاعبين كثير طاحوا وصيبوا طبيعي جدا صحيح. لأنه صراحة يعني نشفق على اللاعبين، اللياقة الذهنية والجسدية كانت أمور جدا صعبة، واللي شافوه في الهلال كل فريق إداريا كيف اشتغل عشان يسوق على لعيبته وما يصابوا وما إلى ذلك، فالموضوع كان جدا صعب. هذا من ناحية صعوبة البطولة بالتأكيد. المباراة اليوم شوف المباراة بدأ النصر ضاغط والفريق الإيراني راجع زي ما توقعنا. اللي حصل في المباراة انه اليوم في لاعبين لم يكونوا، خاصة واحد يعني واحد بالتأكيد كان هو الأكثر في المباراة، مس باص مش طبيعي اللي هو الخيبري، وقف ليهم مش مستوى العادة، ما قلت ما كان سيء لكن مش مستوى، وهذا طبيعي ما شاء الله عليه متألق كل المباريات. المهم المشكلة كانت هنا في وسط الملعب في الفريق النصراوي، مس باص من عبد الله الخيبري كثير، جعل الفريق الثاني يبدأ يتجرأ يبدأ يمسك الكورة، أخذ وسط الملعب من النصر لفترة يمكن من نص الشوط الأول لنص الشوط الثاني يمكن، طبعا بدون فرص، لكن كانوا ميزة الفريق الإيراني يأخذ الكورة ويتناقلوا الكورة قادرين على ذلك، مهارات فردية عالية، الأساسيات كرة القدم موجودة في معظم اللاعبين، عندهم بشار رسن العراقي، عندهم مجموعة من اللاعبين المميزين صراحة. إيش سوى مدرب النصر؟ أول شيء الخطأ الوحيد في المباراة في التغييرات خروج خالد الغنام، إذا كان مصاب عاد أمر آخر. خالد الغنام أنت بتلعب ضد دفاع منظم صح؟ وهذه قوة الفريق الإيراني، اللي بيفك هذه الأشياء إما شوت من بعيد وكان غير موجود في النصر، ما في اللعيبة أصيب خالد الغنام أبو أميرة أصيب عشان كذا هو أوكي. أنا بقول لك إلا إذا كان مصاب بالضبط، إلا إذا كان مصاب، ما قلت لك هذا يعني استطرت في الموضوع، لكن خروجه أثر على الفريق من ناحية إيش؟ أنت كيف تتغلب على الدفاع مثل هذا؟ مهارات فردية بالاختراقات بنتريشن، كان هو متألق في هذا الجانب، وأيضا عبد الفتاح في البنتريشن، وبيتي الشوط الأول قبل الشوط الثاني يعني يبدأ يتعب بصورة كبيرة. اضطر المدرب إيش يسوي؟ طبعا خرج خالد الغنام بيرجع يمسك وسط الملعب وبدأ يغير في وسط الملعب، رجع النصر بالتغييرات خرج بعدين تعور طبعا عبد الفتاح. المهم المفاتيح اللي خرجت هذه الهجومية في الفريق النصراوي، النصر سيطر، رجع سيطر على وسط الملعب، لو تلاحظ نهاية الشوط الثاني والشوطين الإضافيين كلهم حتى قبل الطرد، لكن المفاتيح الهجومية بدأت تقل في الفريق النصراوي بخروج الغنام بخروج عبد الفتاح، صار اللاعبين كلهم مسكوا وسط الملعب، لكن الخطورة في الهجوم ما كانت كما كانت في بداية الشوط الأول بوجود المهارين الهجوميين يعني. فكان لو تلاحظ أنت حتى أحمد حمد الله كان بيمسك الكورة كثير وهو بيلف بيحاور وبيشوت وبيحاول، عارف أنه اللي حوله أغلبهم لاعبين يعني وسط دفاعي محاور وما إلى ذلك، مش لاعبين هجوميين. هنا بدأت يعني النصر سيطر النصر، ولكن واضح النصر بصعوبة حيسجل هدف، وعشان كده ما قدر يسجل هدف ثاني. دفاع منظم قابله خروج للعناصر المهارية في الفريق النصراوي، وبالتالي يعني من الناس اللي كنت أتفرج المباراة ووصول المباراة لضربات الترجيح في صالح الفريق الإيراني، لأنه النصر الأضعف دائما يبحث عن ذلك، الأقوى يتضرر من ذلك، وهذا اللي حصل في المباراة. مايكون 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 ما شاء الله تبارك الله أضاع ضربة ترجيحية اليوم، لكن قدم يعني درس لأي مدافع بيتعلم كيف القائد الدفاعي في الملعب يكون. اليوم عمله مايكون في المباراة حقيقة قدم مباراة أكثر من رائعة، ودائما للأسف لو تلاحظ عادة يعني النجم المباراة يجي في الترجيحية
يضيع عادة هذه تحدث. وهذه هذه البلاستيكة هذه. طيب ليش أبو أبو أنت كنت لاعب سابق ليش دائما تصير هذه يعني؟ ما تقدر ما 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 تدري يعني سبحان الله. أنا بقول لك هي بتصير صح ولا لا؟ لكن ما لها أساس يعني حظ يعني يمكن ثقة اللاعب أو إنه اللاعب بذل مجهود كبير جدا في المباراة بيجي تعبان بيجي ما لها يعني تفسير منطقي أو تفسير طيب. دقيق لها ولكن دائما تحدث صح ولا لا؟ دائما نشوفها للأسف كيف. وهذا اللي يقهر واحد قطع نفسه في المباراة ويجي في النهاية يكون سبب يعني أنا ما أعتقد أعتقد إنه سبب لكن هو يعني نظريا طيب. إنه هذا اللي ضاع ضربة الترجيح للأسف. عموما هارد لك للنصر سيمي فاينل كنت الأفضل تعيد الكرة. الهلال عادها مرتين وثلاثة وما شاء الله حصل عليها والنصر بهذا الوضع بهذا العمل الموجود حيحصل عليها وإن شاء الله هلال نصر السنة القادمة أهلي وحدة الله يوفقهم إن شاء الله كل فرقنا نتمنى لهم التوفيق والكرة السعودية دائما بخير. أقول يا حلافي أنهض اشتغل شغل جبار حقك تزعل أقدر الواحد ترى اللي يتعب ترى يزعل يموت زعل لكن قوم عندك فريق وعندك شغل قدام والأيام قادمة والأيام دوالي إن شاء الله تعالى. أبو فيصل كنت تحكي عن المكاسب اللي كسبها اليوم نصر من المواهب الشابة اللي قدمت نفسها بالبطولة منهم خالد الغنام وسلطان الغنام وباقي الأسماء من ضمنهم كمان أيمن يحيى. والله شوف النصر يعني حقق مكاسب كبيرة أول حتى يعني قلب ونايف مسألة التجانس يعني التجانس السريع هذا عرفت المجموعة بين المجموعة دخول صليهم في الأجواء سريعة من أول مباراة خالد الغنام واللي قاعد يقدمه أيمن يحيى مكاسب كثير يعني إيه كثيرة حقيقة. النصر جرب كل حتى البدلاء اختبر كل عناصره يعني أنا أقول النصر الآن وقالها يمكن هي كلمة هي صحيح أنها بطولة الآسيوية وكان النصر يعني يبحث عن اللقب لكن فعلا كانت شبيهة بالمعسكر. النصر الآن في أوج يعني استعداده لبدء الدوري. أنا أحس أنه مثلا في توريا إدارة نادي النصر حتى محبين نادي النصر كلهم مطمئنين الآن يعني شايفين الفريق كامل شايفين التجانس شايفين المكاسب الكبيرة شايفين البدلاء. في أشياء ترى ما كانت موجودة في النصر في تاريخ النصر. إحنا لما نتكلم ما إحنا قاعدين نبالغ النصر وأنا قلتها قبل كذا حتى قبل حلقتين قلت إنه يعني النصر سعود السويلم قبل العام ترى كان 11 لاعب فقط وكان يعتمد على 7 لاعبين أجانب. النصر هذا مو 7 لاعبين أجانب. الأجانب الآن يمكن ما يلقى لقون الفرصة عرفت داخل الملعب. من متى النصر يكون عنده هالدكة القوية اللي فعلا اللاعب اللي في الدكة ممكن يدخل ويغير لك مجرى المباراة؟ من متى النصر يعني ممكن يحتار مدربه وعشاقه وإدارته في مين يلعب في هالمركز صح لا بدل مين يلعب في هالمركز؟ كل هذه أشياء يعني مكتسبات نصراوية لابد أنه يحافظون عليها. أنا عشان كذا قلت بس في نقطة بنايف أنا كنت أتكلم عن السهولة يعني إحنا شوف قاعد نتكلم كلام كثير عن النصر عن قوة النصر فلما نتكلم أنه أسهل نسخة ما هنرمي للنصر كانت أسهل نسخة للهلال وللنصر عرفت تمام ولكل الأندية السعودية مسألة أنه البطولة مجمعة هذا يعني مريحة بشكل كبير يعني لأنديتنا بدل ما تلعب أنت على جهتين تلعب آسيويا تلعب محليا يعني كل المعتاد عشان تعرف أنه النسخة أيضا سهلة. أشوف الأهلي وهو اللي يعاني فنيا واصل دور الثمانية يعني أخرجوا النصر مرشح البطولة يعني معلش على المستوى الأهلاوي النصر ما يوصل. التعاون اللي في أسوأ حالاته حتى 6 أخذ منها وصل إلى دور الـ16 هذا اللي خلينا نقول لكن هذا ما يلغي قوة النصر. وأنا قلت لك النصر مرشح السنة القادمة والسنة اللي بعدها سواء كانت إذا حافظ على هالمكتسبات سواء كانت البطولة قوية أو سهلة مثل النسخة فهذا لا يقلل الحقيقة من قوة النصر ولا يقلل هذا لكنها كانت فرصة فعلا للأندية السعودية يعني الهلال لو كان موجود كانت بتكون سهلة أنه فعلا يوصل للنهائي والنصر شوف كان قريب يعني من النهائي وأنه يعني يحقق المكاسب لكن لابد أن النصر يحاول لابد أنهم يحافظون على المشروع. من حق النصراويين حقيقة أنهم يفخروا بفريقهم الحالي شوفوا المكتسبات يعني هذا الكلام موجه للنصراويين شوفوا المكتسبات الكبيرة وبطولة آسيا إذا ما جت هالموسم تجي الموسم الجاي تجي الموسم اللي بعده أنت أعمل واجتهد وابني فريقك والبطولة راح تجي. مكتبين سمعك بس سمع. شوف أول شيء أنا أتكلم على أنها سهلة والله ما كنت ترمي لك أبو فيصل لا أنا أتكلم طيب خلي بقى أكمل بقى. أنا على الطاولة دي أعرف نبلك وأعرف مهنيتك
وأعرف نيتك أنا أعرفها 100%، بس أنا قاعد أتكلم على اللي قاعد يصير في الوسط كله. أنا بالنسبة لي أنت لما تقول سهلة ممكن تجد التبريرات صح ولا، ولكن في أحد يقول سهلة له هدف. اي لا أنا طبعا انا بالعكس انا اقول انك اعطيتني فرصه اني اوضح. طيب لا اخذ في الجانب الاخر اللي يرمي. طيب احنا قاعدين نتكلم عن النصر، ترى حاتم قوة قال كلام قال حاتم قال كلام لما قال الـ 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 الادوار الاقصائيه تراها ما تطلب في الغالب ما تطلع الفرق الافضل، هذه صعوبتها. لو يصير في ذهاب واياب تطلع قوتك، وانت تذكر الهلال مع السد خسر هنا اربعه وطلع لانه هو الاقوى بنتيجه المباراتين، وشفته برضه نفس الحكاية الاتحاد خسر هنا بثلاثة وهناك راح فاز بخمسة لأنه هو الأقوى. بس تجي للفرق اللي في الإقصائية هذه زي البطولات تلقى اللا متوقع يصير. الأهلي زي ما قلت أنت مستوى هذا، بيروزي وصل طلع نادي السد، الدحيل كان يلعب كانها مباراة نيف، هذه صعوبتها أنك تلعب أنت من دور 16 حتى توصل وهي مالك إلا فرصة واحدة. تخيل انت الضغط، ما عندك تعويض، انت تخيل الضغط النفسي والذهني والمعنوي اللي قاعد تعيشه في كل مباراه كانها هذا الجانب اللي اشوفه صعب. لا انا اتكلم الجانب اللي اشوفه صعب في كأنها هذا فقط، يعني فعلا انه مساله المباراه واحده انها ما عندك فرصه للتعويض. وبعدين لما تشوف انت برضه، يعني انا تجيني مثلا رسائل في منابر قاعد تظهر في لاعبين كبار طلعوا يتربصون في هذه. انا اتقبل، انا حتى قايلها قبل الحلقه هذه، يعني أنا حاط عنوان لي ما في وطنية أصلاً في كرة القدم. أتقبل الجمهور لما يدخل في منشن عندي وضحك والأشياء هذه أضحك معه، هذه مناكفات محمودة طبيعي جداً ولا لا أي دخل. إحنا بالعكس إذا جت الشدايد إحنا مع بعض دائماً، الأشياء هذه كرة قدم. بس تتكلم عن الشخص المسؤول والإعلامي المسؤول، الإعلامي المسؤول، اللاعب الذي يعتقد أنه كبير اللي يجي يطلع ويتصيد عشان يدور رتوية، عيب عليك، خلاص كبرت أنت خلاص أنت مسمى اسمك، لا تطلع في الأشياء هذه تصغر نفسك أنت بزيادة. المفروض تصير نجم للكل، ما تصير بالأشياء طيب. بالتفاهات هذه تساوي نفسك كأنك بيضة في وسط تويتر تطلع بالأشياء هذه، لا خلاص أنت مسمى أساسا اسمك، يعني أذكر أنت. أنا أشوف حتى أشوف مثلا لما أشوف الحسابات ذات القيمة، تشوف مثلا عبد الرحمن مساعد، تشوف مثلا يا أخي تحس بالفخر أن هذول هم النماذج القدوة أصل لكل المعسكرين. فلذلك أنا بالنسبة لي أفرح وجود الهلال، وجود النصر، وجود هذه كلها. وبعدين على فكرة ترى في نقطة مهمة بعد الدعم الحكومي، شوف أنت شوف الهلال وصلها صح ولا الآن وصلها النصر. الآن بالنسبة لي يعني كنا في غفلة نعتقد أن آسيا صعبة، ترى سهلة، صارت سهلة جدا. شوف شلون بنص قوتك قاعد توصل بعض المرات أنت، ترى على فكرة قوة الفرق السعودية بعض المرات تخلي الأندية هذه صغيرة قدامك. المنافس على الهبوط مطلع لي بطل قطر، الأهلي كيف طلع من من من, من عنده برغم الظروف اللي قاعدة تواجه هذا الوضع. ولا أنت أبو فيصل؟ لا أنا عارفك وأعرف نواياك وأعرف. لا لا أنا تحتها وبعرف أعرفك. لا أنا أعطيتني فرصة بس إني أوضح فعلا، لأنه في طرف على مثل ما قلت يصفها بالسهلة لمقاصد أخرى، يعني عرفت إنه تقليلا في النصر أو تقليلا، أنا قاعد أقولها إنه الهلال للهلال والنصر ولأي فريق فقط، وعندي مثلا مبرراتي في نقاط معينة يعني أنا أشوفها سهلة بس. واضح. طيب إحنا مكملين في كورة، هروح لفاصل قصير ومكمل. ركلات الترجيح، النصر يفقد التأهل لنهائي القارة ويتمسك بفرصة خوض المونديال. فيتوريا، نمتلك مقومات عالية ونحتاج للوقت من أجل الوصول إلى القمة. الفيصلي، موسم لافت واستقرار فني بقيادة البرازيلي شاموسكا.
المنتخبات الوطنية استحقاقات قادمة وطموحات مستقبلية. حياكم الله من جديد ونرحب بمستمع روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه. عيد الثقيل عبد العزيز سويد حاتم خيمي هم ضيوف هذه الحلقه. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذا الجزء مباشره لابرز الاخبار في الساحه الرياضيه السعوديه. غادر الصربي فلادا ميلوفيتش مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى بلاده لقضاء إجازته قبل عودة التدريبات استعدادا لانطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هذا وقد تداولت أنباء إعلامية أن فلادا قدم تقريره الفني لإدارة النادي بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا. وكشف المدرب الصربي فيه عن حاجته إلى التعاقد مع جناحين أجنبيين في اليمين واليسار ومحور متقدم، إضافة إلى عدم حاجته للتعاقد مع مدافع أجنبي في الموسم المقبل. ذكرت مصادر إعلامية أن عددا من لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم وأفراد من الجهازين الفني والطبي المصابين بفيروس كورونا المستجد والموجودين حاليا في الدوحة العاصمة القطرية خضعوا أمس لمسحة طبية وينتظر ظهور النتائج خلال الساعات 24 المقبلة. وجاء في مقدمة اللاعبين الذين تم فحصهم محمد كنو ومحمد جحفلي ونصر الدوسري ومحمد الكنيدري على أن تتحدد عودتهم إلى الرياض مباشرة إذا ما جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية. رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج الرسمي المقدم من جانب الأهلي ضد النصر بخصوص أحقية تسجيل بعض لاعبي منافسه خلال مواجهة الفريقين ضمن ربع نهائي دوري الأبطال. وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض الدعوى التي قدمها الأهلي بشأن لاعبي النصر المواليد وفقا للمادة 59.1 من قوانين الاتحاد القاري، حيث تنص هذه المادة على إذا كان أي من الشروط الشكلية للاحتجاج على النحو المنصوص عليه في اللائحة فإنه يمكن التغاضي عنه وعدم الرد عليه بشكل قانوني. تدرس إدارة نادي القادسية تبعات توقيع الروماني دينيس ألبيك لنادي طرابزون التركي أمس بعد 24 ساعة من إعلان النادي الشرقي التعاقد مع اللاعب بعقد يمتد موسمين مع أفضلية التجديد في إطار تعاقداته تحضيرا للموسم الجديد. على صعيد متصل أكدت إدارة النادي على حسابها في تويتر أنها بصدد إصدار بيان رسمي لتوضيح الصورة بعد دراسة الأمر من كافة جوانبه والتأكد من صحة توقيع اللاعب الروماني للنادي التركي. أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبد الله بن أحمد أبانمي إجراءات التعاقد مع لاعب خط الدفاع زياد الجراد بعقد احترافي لمدة موسم واحد قادما من نادي العين السعودي. وقد جرت مراسم توقيع العقد اليوم السبت في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقر النادي وبحضور الرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ عثمان بن إبراهيم شنيفي. التحق الكولومبي دانيلو أسبريا مهاجم القادسية اليوم السبت بمعسكر فريقه الجديد الذي تحتضنه مدينة أبها استعدادا لمنافسات الموسم الجديد. وكانت إدارة القادسية تعاقدت مع أسبريا قادما من فريق الشباب وذلك في إطار خطتها لتدعيم صفوف الفريق القدساوي بلاعبين مميزين في الموسم المقبل. طبعا هذه ابرز الاخبار في الساحه الرياضيه السعوديه. من ضمن الاخبار الاهلي يحتج على النصر، الاسيوي يرفض. طبعا رفض الاتحاد الاسيوي لكره القدم الاحتجاج الرسمي المقدم من جانب الاهلي ضد النصر. طبعا الخبر هذا كان اليوم بعد رد الاتحاد الاسيوي على الاهلي بعد في عمليه تسجيل المواليد وقانونيه النصر في التسجيل. ابدا معك ابو محمد. شوف ابتداء انا مع النادي الاهلي انه يطالب بحقه ايا كان، ومن حقه ترى على فكره، ولا تزعل، والمفروض ما يزعل حتى الجمهور النصراوي واي شخص يعرف رياضي يعرف، لانه لو صارت للنصر الحاله هذه انا بحتج اذا لقيت شيء، اذا لقيت خلل في المباراه، لان انا جالس العب معه 11 11 ما لها دخل، زي ما قلنا احنا فريق سعودي ما فريق سعودي، انا وانت نتنافس
نبغى نفوز. لكن الشيء الآخر أنت تستغرب، خلينا نقول المفروض الأهلاوية الآن الجمهور الأهلاوي يضغط على الإدارة يقول من اللي أعطاكم الرأي أنكم تحتجون مع أنه ما في مخالفة قانونية، يعني من هو المستشار القانوني تبعكم اللي خلاكم تقدمون على هذه الخطوة؟ هذا المستشار المفروض تشيلونه على جنب، هذا يعني هذا المفروض أنكم تبعدونه على جنب. هو ممكن كان الاحتجاج تقديم احتجاج إذا كان في احتجاج مثلا أن تهدئة الشارع الأهلاوي، كان الشارع الأهلاوي عارف فريقه وعارف أن أخرجه نادي النصر وشاف المستوى، يعني ما تحتاج أنك زي ما يقول تلهي الجمهور بالأشياء هذه. هذا واحد. الشيء الآخر أنت تخيل أن الاحتجاج هذا مندوب الاتحاد السعودي راح يصير مع مين؟ راح يصير مع مين يعني إذا جلس على الطاولة؟ هل راح يدعم الأهلي ولا راح يوقف مع النصر؟ بيدخل في برضه في حرج ثاني الأستاذ إبراهيم القاسم. إيه أنت تتكلم في البطولة هذه، في البطولة هذه يعني المفروض إحنا الأهلاوية ذا برضه يكشنون على حمل يقول ليش ما وقف معنا؟ أنت عارف يعني جدلا يعني، والمفروض برضه لو صار شيء يعني. فلذلك هذه الأشياء يبغى لها ناس تعرف القانون، مي بالقضية قضية ولك اللي تعادينها يعني. هذه الأشياء لازم تجي بنت مستشار قانوني فاهم في الرياضة. الآن أغلب الجمهور الرياضي صار يأخذ اللوائح ويترجمها ويعرف اللي له ويعرف اللي عليه. في السابق أول يعني معليش ما يعني كانت في أشياء كثيرة مغيبة، يعني كانت في أشياء كثيرة مغيبة عن 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 حتى عن المشجع حتى عن الإعلام. الآن حتى الجمهور يبدأ يطلع لك الأدلة والإثباتات اللي قاعدة تصير عليك يعني بالمنطق. لاعبين باللائحة اليوم الجمهور، ما أنا أقول لك اللاعبين تأهلين الأولمبياد طوكيو تجي أنت تحتج عليهم متأخر من يعلم يعني. هذا النظام هذا قديم تأخر يعني. هو مجرد أنت ما تتذكر الاحتجاج اللي على النمر وأنه انتهى موضوعه خلاص يعرف أنه خاص إكس على 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 الموضوع هذا. لذلك الأهلاوية يفترض أنهم يبحثون الآن من اللي أشار عليهم ومن هو القانوني اللي برضه صاغ الدعوة صحيفة الدعوة عليهم. هذا الأهلي يعني صدقني أنا أتكلم بأمانة، النادي الأهلي عنده مدرب كبير بس اللي قاعد يصير في الملعب هي نتاج اللخبطة الإدارية في السابق. مجرد بس ما يعطون ذا المدرب الأدوات اللي يحتاج لها راح يصير الأهلي مختلف جدا. احنا زي ما شفنا نادي النصر في خلال أسبوع أسبوعين تغير الفريق كله وصار يسمع في آسيا. الأهلي بس جيب له لاعبين يحتاجهم المدرب وهو يطلب المدرب نفسه وراح فعلا يبدأ بداية قوية جدا بوجود المدرب، لأن المدرب هو الأصل في أي عمل فني. أخ اجعله مدير فني، تعرف إن في توريا في اللي قاعد أدري عنها أنا إنه مدير فني حتى ممكن يتدخل في تعاقدات عينه. هذا اللي قاعد تصير، هذا اللي صار، وهذا الأهم. صار مدرب كبير محترم يبغى ينجح، عنده رؤية وعنده مشروع وعنده أهداف. أبو أميرة أنت أتكلم معك بجانب إداري وأنت رئيس نادي سابق، أنا دائما أستغل ترى أنت رئيس نادي سابق وبالتالي أروح للأشياء القانونية اللي إحنا ما تعرف ما نفهم فيها كثير، ولكن لنا حق أكيد السؤال نستفسر. اليوم ما أقبل الأهلي على هالخطوة، وهو حق مشروع أكيد للأهلي إذا هو ينظر لأي أمر ممكن يحقق له تحقيق نتيجة إيجابية، إلا هو ملم اليوم باللائحة. أنت اليوم اعترضت وكان لك شكوى قدمتها، على ماذا اعتمدت وأنت تعلم بأنه مثل هذه القرارات سبق أن رفضت حتى على المستوى المحلي؟ طبعاً هو اللي عرفته أنه اعترض على المواليد، صحيح؟ صحيح. الفريق الأهلاوي احتجاجه. هذه النقطة يعني أنا أحب أشيد بأحمد الأمير، تعرفوه كلكم يمكن. معروف. أحب أشيد في هذا الرجل بكل أمانة، يمكن لأول مرة أقول من الناس اللي كنت يعني الوقت رئاستي في احتجاجات النصر والهلال تذكر، والرأي ثلاث احتجاجات كانت ذيك السنة الناس بهدلونا يعني كل شيء في احتجاج دخلنا، كان من الناس يعني لأول مرة أعلن هذا. كنت أقول في شخص خفي من ضمن الأشخاص اللي بكل أمانة يعني كنت استشيره وعمل معي عمل جبار في أن نكسب كل القضايا. لو تذكر الموسم الماضي كان هو بدأ مع الاتحاد كمستشار، نفس النقطة هذه بالضبط، كان الاتحاد في آسيا وكان الاتحاد متخوف من إشراك اللاعبين المواليد وما أشركهم لو تذكروا. كان هو يقول لهم، هو كان عامل كان يشتغل رسمي في الاتحاد بداية الموسم هذا اللي فات يعني،
طبعا طلعوه بعد كذا انه ما يفهم وتم استبعاده من نادي الاتحاد. جاءت الفرق السعودية بعد كذا النصر وهذا شاركوا باللاعبين. طبعا هي في اسيا، في اسيا ما في مادة واضحة، عشان طبعا لست ضليعا في القانون لكن اقول لك اللي قرات عنه اللي شفته، ما في مادة واضحة تمنع هذا، عرفت كيف؟ وبالتالي كان هو يستند عليها احمد الامير. النصر من الفرق اللي تجرأت ولعبت باللاعبين، كانوا يتكلموا في على وقت حالة الاتحاد انه ترى لو احتجوا الفرق ممكن ممكن يحدث ممكن لا يحدث. فالاتحاد وقتها ما تجرأ، النصر لا تجرأ ولعب. وفي ترى حصلت احتجاجات قبل كذا على النصر صح ولا لا؟ في اعتقد في الادوار التمهيديه في اول مباراه وثاني مباراه. اذا الموضوع قانونيا صحيح 100% وما في اي شيء. اعطيك دليل بسيط، اللاعبين هذول شوف التناقض هنا التفكير، اللاعبين هذول ما لعبوا مع المنتخب السعودي، ما لعبوا مع المنتخب الاولمبي صح ولا لا؟ بيلعبوا بطولات تصفيات اسيا وبطولات، كيف ما يلعبوا هنا مع الأندية؟ إيش الفرق يعني؟ إيش المشكلة يعني؟ أقصد من كونهم يعتبروا سعوديين، أتكلم على اللي يحملون الجواز السعودي. المشكلة أيضا في التفكير هذا، أول لما كنا في قضيتنا تذكر مع اللاعب على النمر، ترى في فرق، كانوا الناس يقولوا يا أخي راجع الأحوال المدنية ما أدري شكله، في الجنسية هذه اللي في الأحوال المدنية غير، وجنسية الجواز المؤقت غير في العالم كله، الجواز الرياضي هذا عرفت كيف؟ هذا مسموح بأنه اللاعب يلعب فيه في أي مكان في العالم مع منتخب طالما انطبقت على الشروط المعروفة، ما لعب دولي في منتخب بلاده منتخب أول وما إلى ذلك، الشروط المعروفة من عيدة. وبالتالي طبعا الأهلي من حقه كان يحاول لعله يجد فرصة ومن حقه، لكن منطقيا وقانونيا النصر صحيح إشراكه للاعبين ولا غبار عليه. طبعا هذا فيما يخص الامور القانونيه، وتعرف تبحث احيانا على الجانب الاداري، وبلا شك انه اليوم الاهلي او غير الاهلي له الحق اليوم في تقديم احتجاج والبحث عن مصلحته وفي اي شيء يخدمه. في انباء، ما في شيء رسمي، ولكن هناك انباء عن انه اداره النصر تتقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الاسيوي بحجه عدم اهليه بعض لاعبي بيرسبولس الايراني هي المشاركة في دوري أبطال آسيا، بس يكون هناك تأكيد من الإدارة النصروية أكيد أنه إحنا حنناقش هذا الموضوع. هذه فقط أخبار يتم تداولها اليوم في الإعلام. في قبل فترة وقبل انطلاقة البطولة الآسيوية كنا نناقش كشف حسابات للفرق اللي شاركت في الدوري السعودي من خلال المسابقات ابتداء من المركز الأول ونمشي عليهم مركز مركز حتى نصل للمركز الأخير. نفتح ملف الخاص بالفيصلي وكشف حساب للفيصلي في كل مرة. تعيش الأندية السعودية حالياً فترة تقييم لعمل الموسم الماضي واستعداد للقادم من المنافسات، ولعل الوقت بات ملائماً لرصد بعض المكتسبات ونقد السلبيات للعديد من الأندية. فريق الفيصلي صاحب المركز الخامس ب 48 نقطة والمنافس حتى الرمق الأخير لخطف إحدى بطاقات التأهل للمعترك الآسيوي. الفريق مستقر فنياً بتواجد المدرب البرازيلي شاموسكا على رأس الهرم التدريبي منذ موسمين، وهذا ما أثمر عن انسجام واضح في الفريق وحقق نتائج إيجابية، حيث قدم عنابس دير الموسم الفائت مستواً وأداءً لافتاً أبهر الجميع وشكل قوة من الصعب أن تتغلب عليها فرق المقدمة. 30 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أثمرت عن 14 انتصاراً، ثلاث منها كانت أمام فرق من الأربعة الأوائل، حيث كسب النصر بثلاثة أهداف لهدفين في لقاء المجمع، وتغلب على الأهلي في ذات الملعب بهدفين دون رد، وألحق بهم الوحدة أيضاً
ولكن بهدفين لهدف. 6 مباريات انتهت بالتعادل، كان الأبرز منها هو ذلك اللقاء الذي جمعه بالهلال بطل الدوري وانتهى إيجابيا بهدفين لمثلهما. أما الخسارة فقد حدثت في 10 مناسبات، 4 منها أمام فرق الصدارة، ولعل الأقصى منها كان أمام الأهلي في لقاء الدوري الأول بجدة وانتهى ب3 أهداف لهدف. تهديفيا يأتي الفيصلي في المرتبة 8 من بين فرق الدوري ب41 هدفا، وهذا يشكل نقطة سلبية وبحاجة لمعالجة الخلل سواء بالدعم من خط الوسط أو بالقدرة التهديفية للمهاجمين، خصوصا إذا ما علمنا أن الفريق في الموسم السابق تمكن من تسجيل 51 هدفا. ويأتي مهاجم الفريق يوسف الجبلي كأكثر اللاعبين زيارة لشباك الخصوم ب9 أهداف، يليه لوان جييرمي ب5 أهداف، ثم المدافع إيغور روسي ب4 أهداف. الحراسة في عناب سدير مطمئنة بتواجد العملاق مصطفى ملائكة، حيث لم تتعرض شباك الفريق للاهتزاز سوى في 36 مناسبة، وهو رقم جيد لم يتقدم عليه سوى حارسا النصر والهلال ب26 هدفا، ومشاركا حراسة الأهلي بنفس الرصيد. في بطولة كأس الملك وصل الفريق للدور الثمن النهائي وغادر على يد الهلال بضربات الترجيح 6-5 بعد انتهاء أشواط اللقاء الأربعة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. باخذ رأي الضيوف الكرام عشان يكون معنا وقت نحكي مع الفيصل حقه ويستاهل، نروح الفاصل القصير وبعدها الله من جديد، ونرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه. عدي الثقيل، عبد العزيز سويد، حاتم خيمي هم ضيوف هذه الحلقه. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا والاستماع لنا في هذا الجزء. حكينا عن الفيصل وكشف حساب للفيصلي. ابدا معك ابو فيصل. والله الفيصلي كل سنه يقدم حقيقه نفسه بشكل جيد، عنده الاستقرار الاداري موجود، فهد المدلج ممكن من اقدم الرؤساء المتواجدين في الدوري، الاستقرار الفني مدربهم اعتقد الان يمكن يكمل الموسمين مع الفريق، اختياراته. احنا تكلمنا هنا على الطاوله عن الفيصلي بشكل عام، انه فعلا الفيصلي مثل المصنع يعيد صناعه اللاعبين. يعني شفنا خالد الغامدي يعني طلع من النصر تقريبا شبه منتهي، وعيد اكتشافه من جديد مع الفيصلي، حتى انه اصبح يسجل حتى الاهداف ما كنا نشوفها يعني مع النصر. لما كان هنا ايضا ضيف والحارس الكبير، يمكن حتى شفناه في كشف الحساب انه لا يتفوق عليه الا حارس الهلال وحارس النصر مصطفى ملائكه، كشف لنا حقيقه يعني اسباب هذا التفوق الفيصلاوي والاستقرار او المستويات الثابته كل الموسم. لما تحدث عن مساله مبدا الثواب والعقاب، انه فعلا على كثر تجاربه لقاها في الفيصلي، وتكلم حتى على المرتبات انه في نهايه الشهر لا في اي تاخير. فهذا كل هالاشياء الاداريه حقيقه تنعكس على اللاعبين، تنعكس على الفريق. الفيصلي حقيقه يعني انا اشوف انه الفيصلي لابد انه ينتقل لمرحله اخرى ايضا، وهو قادر عليها مع الاستقرار الاداري، مع الاستقرار الفني، مع البيئه الجيده في النادي، انه يكون احد يعني الرباعي الاسيوي دائما، انه يكون منافس على المراكز الاولى. لابد انه يكون هذا هدف للفيصلي في كل موسم، ولابد انه يكون هو مقياس ايضا لنجاح الفيصلي. الفيصلي تجاوز
يعني مراحل مسألة البحث عن بقاء ولا ما بقاء احنا نشوفه دائما بعيد عن هالجانب، فلا بد أن يكون عنده هدف أبعد وأقوى، ونعتقد أنه يستحق أن يكون من ضمن الرباعي الآسيوي. أبو نايف الفيصلي. شوف الفيصلي خلينا نقول سياسة صناعة المجموعة للفريق، ما يعتمد على الأفراد، ترى ما عنده نجوم أفراد، ولكنه يعتمد على صناعة فريق كمجموعة. صحيح ممكن ما تلاقيهم مثلا مستويات عالية، ولكنهم مكملين البعض كمجموعة فريق. لذلك حتى في بعض المباريات أو أغلب المباريات ما تلقى لاعب مميز فيه، لذلك لما يذهب لاعب يقدر يكمله لاعب آخر. تعرف أن الموسم هذا مثلا على سبيل المثال يعني ترك مثلا الجبلي كان من نجوم الموسم اللي راح، ترك هايلاند، ترك مهاجم عنده، جاب الإسكندر ميريكل عمره 22 سنة ألماني لاعب وسط، وجاب كابو فريدي برضه مهاجم. يعني هو ممكن برضه من يستفيد حتى ماديا منهم في تخليصهم. الشيء الآخر اللي أهم شيء أنا يعني مبسوط منه، وهذا اللي أتمناه، وأنا دائما طالب الاستقالة الفني، شاموسكا مدربهم موسمين، والموسم الثالث داخل الآن الآن داخل فيه استقرار فني. شوف إدارة مع مدرب موجودين كلهم استقرار فني، بالتأكيد طلعوا الفريق هذا. الموسم هذا لو تشوفه ترى ما طلع عن، يمكن نزل بس السادس مرة واحدة، البقية كلها الخامس السادس الخامس، يطلع للرابع وينزل، يعني معناها ما نزل أبد عن مستوى اللي يبغاه. الفيصلي عارف أهدافه وجالس يحققها بالإمكانيات اللي عنده، بالعكس يمكن السنة هذه حاول أنه يدخل في بطولة أندية آسيا، وزي ما قال أبو فيصل يستحق أن يتقدم خطوة طالما أن بطولة آسيا متاحة له في الأمام. الفيصلي نموذج للفرق اللي تدعي، خلينا نقول أنها تعاني، هي القضية قضية بس طريقة تصريف الأموال هذه، إعادة تدوير. أنا بالنسبة لي قلتها أكثر مرة وأقولها مرة ثانية، اللاعب إذا جاء عند الفيصلي وطلع منه أبد القطر، لأنه عينهم نظيفة، تلقاه يجي ويعيد صياغته ويطلع مرة ثانية للفرق. طيب بالنسبة لبنايف ولقد كلامك، بالنسبة لإدارة الأموال، أنا أتذكر فهد المدلج كان له تصريح يتكلم عن الموسم الماضي، يتكلم عن فائض 15 مليون هذا النادي، وما أعتقد أنه في نادي سعودي، عرفت صح؟ لا، أنه قاعد يحقق. لا أنت كذا أنت بتزعل أبو أميرة. أبو أميرة تارك حول 25 مليون و 30 مليون، بس خلنا بنروح له بعد ما نروح له. بس في نقطة بنسمع أدافع عنك أنا على الطاولة أبو أميرة لين أجيك. أبو شديد شكرا جزيلا. لما قلت لك اللاعب اللي يجي عند الفيصلي، لا أكيد أنه، بس أنا أكد له المعلومة، اللاعب اللي يجي عند الفيصلي تاخذه أنت، ولكن في المقابل اللاعب اللي يترك الفيصلي لا تاخذه، نتركه حر، هذا أبعد عنه. انت خذ اللاعب اللي موجود في عقد الفيصلي هذا، لان اللي بيتركه اللي عقده مستمر، اللي عقده مستمر للقطع، اما اللي موجود في الفيصلي وتاركه حر هذا، اعرف ان البرازيل وهذول ابو اميره. اول شيء شكرا على الدفاع، تستاهل. ثانيا شوف الاداره، دائما اقول الاداره فن وامانه، في ادارات تفقد الاثنين وفي ادارات تفقد احدهما فتجد خلل دائم. لما نقول فن الإدارة، كل واحد يعني ما بدي أتكلم في تفاصيل كثيرة، كلكم ما شاء الله تعرفوا إيش كيف تدير، كيف تعمل، كيف كذا كيف كذا، أشياء كثيرة. الأمانة ما أتكلم إنه هذا مش أمين، لا، الأمانة إنه المبالغ اللي في النادي هذه تعتبرها أموالك أنت، لا تعتبرها فقط مجرد أموال جاي تعبث فيها وتمشي. وهذا اللي تشوفه الإدارات بتسلم إدارات كوارث. شو ما أبغى أقول أمثلة، إيش قدامكم الأمثلة بعض الأندية، شوف الاتحاد مثلا، شوف الأهلي مثلا، وأقيس على ذلك. لما يتكلم على فهد المدلج تارك فايض، بالتأكيد هذا عمل إداري جبار، هنا في فن وفي أمانة، صح ولا لا؟ خلنا نمدح نفسنا شوية. طبعا الناس لما يتكلموا على الوحدة مثلا، تركي آل الشيخ الله يذكره بالخير، هذا الرجل طبعا وقف مع الوحدة وقفة جبارة، لكن بدي أقول أول مرة، أقسم بالله ما كان في عندي اي بند لتسديد ديون او ترك فائض والله، لكن انا قلت هذه السنه لازم نصلح وضع الوحده مثلا. طبعا انا ما بخرج عن موضوع الفيصلي، لكن مثل مستحيل الفرصه هذه تفوتني، لازم اصلح وضع الوحده. فاشتغلنا بفن وامانه، مش لوحدي، معايا مجلس اداره، الاستاذ مشعل قرشي من عمل النادي الله يذكره بالخير، عبد الله خوغير نائب الرئيس، استاذ باسم خياط، كثيرين يعني صراحه. المهم
سددنا فوق 36 مليون ديون، تخيل والله مش في الميزانية، وتترك فوق أكثر من 22 مليون فائض. في عمل الآن فهد المدري لما يقول لك تارك فائض 15 مليون، وانت تعرف الفرق بين الوحدة والفيصل. بذكر طبعا الفيصلي ما شاء الله، طبعا السادة المدليج هذا يعني عبقري، شغل إداري على أعلى مستوى، وهم هناك في المجمعة طبعا لما نروح مباراة الله أهل كرم يعزمونا في الليل، جلسة روقان كذا مخيم وشبت النار، ناس يتكتك وتحسهم مروقين. طبعا في عوامل مساعدة، نعم في غيرهم عندهم العوامل هذه لكن لا يستغلوها الإدارة الفيصلي، بيستغلوها الروقان هذا، ما في ضغوطات، ما في ألعاب كثير في النادي، صح؟ هذه كلها مستغلين. يعني الفيصل عندك قدم وطائرة، فريق في الممتاز، ما أدري هبط ولا لا بس كان في الممتاز الموسم الماضي، ما في ما في شيء. الوحدة مثلا 20 لعبة كلها في الممتاز وكلها تنافس. مثلا هنا الروقان هذا التفكير في إدارة الميدلج بالتأكيد يحسد عليه. يا رجل قبل 15 سنة يمكن ما حد يعرف نادي الفيصلي، ما حد يسمع النادي الفيصلي في الصحصح ولا في السعودية، يسمع الفيصل الأردني بس. الآن الفيصل الملاعب الرئيسية في الدوري السعودي، فريق ولا موسم تشوفه ينافس على الهبوط. هذا عمل فريق وسط بينافق على مربع. أنا أعتبر طبعا بجيب نقطة عليهم هذه المرة، هذا الموسم ضيعوا الدخول الآسيوية، لأنه كانت يعني أعتبرها من أسهل المواسم للدخول الآسيوية في الدوري. أنا أتكلم عن الدوري، الهلال والنصر والدول لوحدهم، باقي الدوري كان في ضعف كبير، بدليل أن الأهلي يمكن الحلقة الماضية تكلمت على الأهلي لا يفرحوا بالثالث 50 نقطة والثالث. الموسم الماضي صاحب الخمسين نقطة أحسب الخامس 54 نقطة الموسم الماضي، يعني الأهلي ممكن الثالث لو بقوة الدوري الموسم الماضي. فالفيصلي يمكن التعادل مع الرائد تذكره في مباراة قبل الأخيرة، والرائد مطرود منه لعب من الدور من الشوط الأول، خسر من الرائد أخرجته من المعادلة، لو تعادل فقط تلك المباراة كان تأهل للآسيوية. طبعا أتكلم لك آخر نقطة في هذا الموضوع، إن الهدوء اللي فيه الفيصلي، عدم الضغوطات المش موجودة، يبيع أي لاعب نجم الفريق يمشي، ما في أي أحد يتكلم ولا في أي ضغوطات. جوستافو باعوا هايلاند الآن، استغرب حقيقة، من أفضل المحاور الدفاعين في الدوري هايلاند ماشي، ولكن اتمنى لهم التوفيق. بالتأكيد هو عنده عمل آخر، بالتأكيد فكرة أخرى، يعني دائما يفاجئنا المدلج وإدارته بأشياء جميلة، واتمنى لهم التوفيق. بلا شك تحية لإدارة الأستاذ فهد المدلج وجميع أعضاء مجلس الإدارة والفريق الفيصلي، هذا الفريق النموذج اللي قدم نفسه بشكل مميز في مسابقاتنا وتحديدا في كرة القدم. ننبسط لما نشوف فريق بهالقيمة الإدارية وهذا الفائض اللي وفره اليوم الفريق، والتعاقدات المميزة والعين المفتحة في اختيار اللاعبين، زائد الاستقرار الفني والإداري. هنروح لفاصل قصير ومنتم العود. من جديد ونرحب بمستمع روتانا في المملكة العربية السعودية، عبد التقيل عبد العزيز السويد حاتم خيمي هم ضيوف هذه الحلقة. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا والاستماع لنا في هذا الجزء. كنا نحكي بداية الحلقة على المواهب الشابة وأنه كيف تقدم نفسها اليوم في البطولات القارية وحتى في المؤتمرات الصحفية، لما يأخذون ثقتهم بشكل أكبر يلقون أنفسهم والناس كمان تحتويهم وتسمحهم الكلمة الطيبة حتى تكون محفزة لهم.
من خلال متابعتنا لابد نحن كمان نركز على الفئات السنية اللي موجودة اليوم تلعب في المنتخبات، علشان كمان نحاول احنا دائما نقول لا تسلطوا عليهم الضوء كثير، يعني ما يقدم اللاعب كل ما عنده، ولكن لابد نحن نتابعهم شوي كذا من بعيد، ترانا معكم، ترانا نتابعكم، ترانا حريصين على كل ما تقدمونه، نتطلع فيكم الخير إن شاء الله قدام تقدمون اليوم لفرقكم وقبلها منتخباتكم. خلينا نشوف تقرير يصد مشاركات المنتخبات السنية خلال الفترة القادمة. المنتخبات السنية طموحات مستقبلية وعمل ملموس ينتظر أن يثمر في قادم الأيام. في مطلع عام 2020 حقق المنتخب الأولمبي بقيادة الوطني سعد الشهري إنجازا كبيرا للوطن بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو، وينتظرهم عمل كبير في منتصف العام الميلادي القادم، حيث إقامة دورة الألعاب الأولمبية خلال شهري يوليو وأغسطس 2021. وقبل ذلك سيخوض الأخضر الأولمبي تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي تقام من 19 وحتى 27 من شهر يونيو القادم. وبعد أن تمكن الأخضر الشاب من التأهل للبطولة الآسيوية في 10 من نوفمبر لعام 2019، ها هو اليوم يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاما ما بين 14 من الشهر الحالي وحتى 31 من الشهر ذاته. أما أخضر الناشئين فبعد تمكنه من التأهل لكأس آسيا في 22 من شهر سبتمبر لعام 2019، ها هو يتأهب حاليا للدخول في المعترك الآسيوي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. كل الآمال والطموحات مع المنتخبات الخضراء في الاستحقاقات الآسيوية القادمة. أبدأ معك أبو فيصل. والله شوف يعني حقيقة إحنا أنت قلتها قبل شوي، الإعلام إحنا لابد أن يكون في تركيز أكبر على الفئات السنية، على المنتخبات الشباب والناشئين، لابد أنهم يعطون حقهم، لابد أن هاللاعبين حتى الصغار أنهم فعلا يعني تسلط الأضواء عليهم. الكلام اللي يقول لك أنه تسليط الضوء قد يضر باللاعب صغير السن، ما أعتقد الآن يعني الوعي كبير ودور النادي ودور الأسرة أكبر، عرفت صح، من دور الإعلام. إذا ما كان موجود الدور سواء الإعلام سلط ولا ما سلط ما راح يستمر اللاعب. لكن احنا نتذكر يعني حتى في سنين ماضيه يعني كنا نتابع اللاعبين ونشوفهم يعني يبزغون، نتذكر محيسن الجمعان يعني من سن 17 سنه وهو نجم كبير، ثقته في نفسه عاليه. نتمنى نشوف الحين عندنا مثال واحنا قاعدين في المعترك الآسيوي، خالد الغنام لاعب صغير 19 سنه وقاعد يقدم هالمستويات وهالثقه الكبيره. لابد انه الانديه كلها ايضا حتى تهتم بهذه الفئات السنيه، يعني مساله انه السبعه اجانب لابد انه ما تنسينا انه فعلا هم هذول هم العماد لكل نادي، وهم مستقبل، وهم المستقبل، وهم يعني النادي اللي يريد الاستمرار في البطولات وحصل البطولات لابد انه يكون هالقاعده يعني مهتم فيها بشكل كبير، ولابد انه يخرج فعلا الكثير من النجوم. ابو اميره، كيف تعاملتوا في الوحده في ذيك الفتره فيما يخص الفئات السنيه؟ طبعا بالنسبه لهذا السؤال، طبعا الفئات السنيه تحتاج الى عمل فتره طويله، يعني كلها 10 شهور اللي جلستها. يعني كان عندنا فريق ما قدرت اشتغل طبعا لاربع سنوات، لو جلست اربع سنوات كان ممكن اشتغل لخطه لاربع سنوات وما الى ذلك، لكن خلال تلك السنه عملنا عمل انه الفريق هذا يكون اهم شيء يلعب مع فرق الممتاز، وتكلمت مع الاجهزه الفنيه وقتها انه انا ما همني يعني بطوله وما ادري ايه في الفئات السنيه، فقط تقدر تجيب بطوله ممتاز تبني شخصيه للاعب، لكن انا ابغاك تطلع لي لاعبين، يعني ابغاك تطلع لي نجوم. اعطيك مثال، يعني لما جينا في الفريق طبعا غيرنا كل الفريق، فريق صاعد من الدرجه الاولى للوحده كان،
احضرنا 25 لاعب دفعه واحده، اوريك التعب اللي كنا فيه يعني. فجو قالوا لي في طبعا يمكن اللي بقيناهم الجدعاني حارس الهلال الان عبد الله المالكي في الاتحاد الان، يعني اثنين معاهم تقريبا من القدامى. فجو قالوا لي في فلان وفلان لعيبه فوق ال 28 فوق ال 30، قلت لا اعطوني. جبت الجهاز الشباب فريق الشباب والناشئين، مين عندكم مواهب؟ اعطوني 3-4 لعيبه وقلت هذول اللي يروحوا المعسكر مع اللي استقطبناهم، خلينا نطلع شيء جديد صح ولا لا، بدل ما نقعد نحاول في لاعبين خلاص منتهين يعني. وبالفعل في منهم الان في منتخب الناشئين منتخب الشباب ولهم مستقبل ان شاء الله. لكن اتكلم نقطه الان اللي التقرير تكلم عنه واللعيبه وما الى ذلك. احنا بالنسبه لنا التاهل هل اصبح بكل امانه صحيح نفرح تاهلنا لكاس العالم تاهلنا للاولمبياد شيء يفرح صح ولا لا؟ صحيح. بس يعني حصل كثير عندنا صح، حصل ما حصل صحيح. حصل لا اقلل من الانجاز، بالعكس لهم كل الشكر، انجاز فني اداري اتحاد كلهم. لكن نبغى خطوه اخرى. ايش الخطوه الاخرى؟ نبغى نطور مستوى اللاعبين هذول اكثر واكثر، يروحوا كاس العالم ينافسوا. انت شفت في كاس العالم اللي فاتت السنيه بتشوف منتخبات عاديه بتجيب البطوله صح ولا لا؟ صحيح. اسماء يعني، لانه هنا في الفئات السنيه الجاب ما يكون كبير بين مستوى اللاعب الاوروبي او اللاتيني مع اللاعب. بدليل شفت منتخبات يعني حققت البطولات، المنتخب السعودي حقق 89 اياما يعني، ف وفرق افريقيه بتحققها. ايش اللي يبغاه؟ منافسه. واحد، كيف تنافس؟ انافس، ابدا اعمل اعداد مختلف، مش بس اعداد للبطوله دي وداخل البطوله عشان لا اشغل اللعيبه هذول. طبعا ما اتكلم عن فتره كورونا الان، هذه فتره استثنائيه، انا اتكلم على العموم يعني. اشارك في بطولات دوليه، اروح العب مباريات عالميه، اروح في اوقات مختلفه، اتكلم على كل الفئات السنيه، اطور اللاعب. يا رجل اللي يزعلني انا بكل امانه يعني، قبل يومين شايف ارسنال وليفربول خلصت المباراه، النني من هنا ومحمد صلاح خارجين يسلموا على بعض، نجوم مصر وتريزيجيه في استون فيلا وحجازي في ويست بروميتش. احنا ولا لاعب نبغى نحلم بلاعب يا رجل، نبغى نستمتع كده نقلب الدوري الاوروبي عشان اللاعب الفلاني. متى قاعد نتكلم في الكلام هذا؟ يا سلام. وللاسف قاعد حنتكلم كثير للاسف. هذول اللاعبين الان المواهب دول نبغى نشتغل عليهم بدنيا اكثر، نطلعهم نلعبهم مباريات كثيره. يعني باختصار اعداد مختلف، الاعداد الروتيني اللي في كل اتحاد يجي يعد المنتخبات فيه يعني اوكي كويس، لكن نبغى اعداد ابداعي، نبغى نطلع لعيبه ننافس في كاس العالم، مش بس مجرد فرحانين رحنا كاس العالم ممتاز شكرا لكم، لكن لا جديد حصل وتاهلنا قبل ذلك. ابو نايف، طبعا خليني اخذ اكمل ما بدوه الزملاء، اسماء ما يتكرر الكلام. لما تكلمت انت عن الاعلام، طريقه اللاعب الشاب هذا مع الاعلام، بصراحه انا من المؤيدين اللاعب الصغار هذا الدرجات السنيه هذولي يتم عمل دوراتهم في طريقه تعاملهم معنا في الاجابات. احنا نشوف لاعبين حتى في الدوري السعودي لاعبين كبار في السن، او خلينا نقول لاعبين اصحاب خبره، لما يوقف امام الميكروفون ما يجمع، هذا طبعا الكلام كلغه. الشيء الاخر، يقع في خطا خلينا اسميه قانوني اصلا احترافي، انك يجي يعلم بجميع اللي جالس يصير في غرفه الملابس، يجي يسأل المذيع وش قال لكم وش وجهكم المدرب، يجي يعلم الخطة. هذه أصلا من الأسرار يعني، هذه تعتبر زي الأسرار العسكرية. أنت يعني أنت قاعد تعلم وش قاعد يقول المدرب في غرفة ملابس. أصلا يفترض أنك تكون عندك أنت كلاعب يصير عندك إجابات معلبة تطلع فيها للإعلام، يقول ليس هناك أصلا سؤال غبي ولكن هناك إجابة غبية. أنت كيف تستقبل الإجابة وكيف تطلعها للجمهور وكيف تطلع بثبات انفعالي؟ بعض اللاعبين يبحث عنهم المراسل لنرفزتهم في المباراة، أصلاً بعد المباراة يبحث عن اللاعبين اللي بيطلع بتصريح منه، لأن عارف الشخص هذا ما يستطيع. الشيء الآخر الأجمل برضو في اللاعبين درجات السنية اللي عندنا في 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 السعودية، أنهم جالسين يلعبون مع مستويات عالية، لاعبين محترفين الأجانب. أما تتمرن مع 7 أجانب فعلًا مستوياتهم عالية، أكيد بيخرج لك لاعبين أكثر من رائعين. الآخر إنك أنت زي مثلًا لاعبين نادي النصر، 11 لاعب تم على سبيل المثال، ما اعرف اللاعبين الباقيين، 11 لاعب تم اختيارهم في منتخب الاولمبي مثلا، اغلبهم لاعبين في بطوله اسيا للكبار،
فتخيل أنت كيف تصير شخصيته لما يلعب في بطولة سنية مثل اللاعب هذا. لذلك اللاعب ما يقاس بالعمر، يقاس بخبراته التراكمية في اللعب مثل هذه البطولات والبطولات المجمعة. أنا أتكلم على مثلا على سبيل المثال ذكر نواف العابد، كان صغير في السن ولكن خبرته أحسن من خبرة لاعبين عمرهم 30 سنة، لأنه بادي في الدرجات السنية وجالس يلعب مع منتخبات ويلعب في بطولات وماشي. لذلك خبرته وعمره 20 سنة 19 سنة تلاقيه أفضل من خبرة لاعب في نادي آخر عمره 27 سنة 28 سنة بسبب تراكم الخبرة، الضغوطات النفسية اللي تجيه والعصبية والمعسكرات والأجواء اللي قاعدة تصير داخل المباريات. بصراحة يعني زي ما قال أبو أمير، نحتاج اهتمام أكثر، نحتاج خطط أكثر، ولكن للأسف لازلنا نقع في إشكالية كثيرة أن الخطط اللي قاعدة تصير من الاتحاد السعودي الاستراتيجية تتغير ما تغير المشرفين. تلاقيهم يضعون أكاديميات، في السابق أتذكر أنا كان فيه حمزة إدريس وبندر الأحمدي، كانوا حاطين أكاديميات، مراكز أكاديميات تحت 10 سنوات، تحت اللاعبين اللي غير منافسين، وقاعدين يصدرون حتى للأندية يعني مشروع. الآن جد دكتور المقرن الله يمسيه بالخير مثلا ألغى مثلا فئتين تحت 10 سنوات 14 سنة. طيب يفترض أن الأشياء هذه أساسا ما وضعت إلا بخطة استراتيجية، القائمين في الدرجات السنية بس يقوم بتنفيذها فقط، حتى لو تغيرت الأسماء، حتى لو تغيرت هذا خطة استراتيجية، البقية الباقية اللي تجي ما لك الصلاحية أصلا أنك 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 تلغيها، ما لك الصلاحية. هذا مشروع رياضي للدولة، مو أنت إذا جيت جلست في الكرسي قاعد تغير الأكاديميات وتغير الفئات السنية، وكل شيء طالعين لنا بفئات سنية، وكل ما استوردنا شخص جديد مثلا فني بدأ يغير وبدأ يحط أفكاره، وإذا جاء شخص ثاني بدأ يغير أفكاره. هي بتغير، مي بتغير أثاث، هي هذه الخطط مفروض تستمر 5 سنوات 10 سنوات. أما باللخبطة هذه يجي، لا أنا جاي حاسب كاتحاد السعودي، أنا كلجنة أولمبية في الوزارة أقول تعال أنت المصاريف اللي صرفتها في الفترة اللي راحت على الأكاديميات هذه والأعمار هذه، وفجأة تيجي تغيرها مجرد ما تغير مشرف، من المستفيد منها وليش سويتها كذا؟ فلذلك في بعض الأشياء يفترض تسلط عليها، مي بقضية ترى على فكرة الكرة السعودية مي بقضيتها بلنتي ضاع ولا فار ولا زيكا، ترى هذه الأشياء لازم ندخل في دهاليزة، لازم ندخل وندخل جوا الأروقة اللي قاعد يشتغلون فيها، لأن هذه في النهاية النتائج مو قضية نتائج يصير كبش فدا فيها مدرب فني أو مدير إداري المنتخب، لا نبغى نشوف المشروع هذا من متى بدأ وكيف بدأ وكيف أساساته، وفعلا يتم متابعته ويصير له خطة وهدف ومراجعة له. أنت تجي بس تسير الأعمال هذه لأنه المشروع هذا يصير مستقل. أتمنى التوفيق فعلا للاعبين، وأتمنى توفيق المنتخبات السعودية في كل محفل إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. مكملين في كورة، حروح لفاصل أخير ومن ثم نعود. حياكم الله من جديد، ونرحب أيضا بمستمعاتنا في المملكة العربية السعودية. عيد الثقيل عبد العزيز السويد وحاتم خيمة من ضيوف هذه الحلقة. وصلنا للختام، شكرا جزيلا أبو فيصل. شكرا لك. شكرا جزيلا أبو أميرة. شكرا يا غالي، تحياتي لك وللجميع. شكرا جزيلا أبو نايف. شكرا لك، وسعيد بالتواجد معكم مع أبو فيصل ومع أبو أميرة. شرف بك دائما، شرف لكل الشباب. شكرا لكل من تابعنا واستمع لنا في هذه الحلقة. بكرة إن شاء الله موعدنا الساعة 11:30 في أمان الله.
سنفنا